والله يا اخي بتعقدوني، كل مركب اركب فيه يعني اقدح من اللي قبله. فاكر حق الفراري؟ فاكر حق الفراري اللي طلعونا فيه ايام الفراري والمزراتي؟ اي ايام المزراتي، اي ايام المزراتي الهليكوبتر والركب. صدق كان اخوه الصغير هذا؟ لا حبيبي هذاك كان في جالسه طاوله وجلسنا في طاوله كبيره. ايوه 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 ايوه. وكان في جاكوزي كمان يبيعه على فكره، بس مو ملاقي زبون. فوزي عنده اخو هذا موقف الكنز تامر له الماجستير، بس مش 61 والله، تحت 61 هذا 61 حق يمكن اصلا شرط اشترى ذا، بس ما هو راضي يجيبه. ايه يعني قلتونا كل مرة كل يخت أقدح من اللي قبله. ديزل أو ديزل كاتر بيلر. يلا